اذا الخطه تبعتنا الفكره تبعتنا الان راح نعمله هنشغل لفتره معينه وراح اطفي لفتره معينه نسبه تي اون لكابيتال تي بتساوي ديوتي سايكل او سميناها ديوتي سايكل اذا ديوتي سايكل راح اعبر عنها كبرسنتج مرموز لها بالاي سي برسنتج وتساوي تي اون على كابيتال تي او كمان ايش ممكن تساوي بدل كابيتال تي ايش بقدر احط 1 على اف اذا قسمت على تي معناها بضرب كاني في اف فكانها تي اون بروبه في اف ايش وحده الديوتي سايكل سكند على سكند اذا دايمنشنز او سكند في 1 على سكند دايمنشنز اذا الديوتي سايكل لانها نسبه هي نسبة قديش الفترة اللي بيكون فيها اون بالنسبة للفترة الكلية. هلا راح يصير عندي قديش راح يصير الافرج فولتج الآلة اللي بيجي على اللود. في افرج مش في ار بس في افرج. ايش تتوقع راح يكون؟ لو كان هذا في هون هذا سميه في سورس في افرج شو بيساوي؟ شو بتتوقع من الرسمة هاي؟ قديش الافرج فاليو لهذا عايش راح يعتمد لو كانت هاي 50% اون 50% اوف شو راح يكون نص اذا لو كانت هاي 30 اون و70 اوف يعني 30% قديش راح تكون اذا هي ديوتي سايكل اذا الفي افرج بيساوي الديوتي سايكل في سورس او اذا بدك تحط هون تساوي تي اون في اف في في اس اذا هاي الافرج فولتج الافرج فولتج بيساوي تي اون في اف في في اس واضح مفهوم هاي من وين اجت؟ ضربنا بالديوتي سايكل، الديوتي سايكل هي عباره عن تي اون في اف او تي اون على كابيتال تي نفسها من هون راح تعطيني في اوف من هون اذا بدي احسب الار ام اس كمان بامكاني احسب الار ام اس فولتج او الار ام اس كرنت راح يكون عندي في ار ام اس تساوي عندي في سورس ار ام اس تربيع تحت الجذر مضروب في دي سي سكوير لما بستعمل ار ام اس شو بعمل؟ بصير بربع بصير عندي في سكوير بتساوي في سكوير مضروبه في النسبه هاي فبتصير عندي هذه تساوي مش في اس بقدر اطلعها برا الان لانها مربعه بتروح التربيع فاذا في ار ام اس بتساوي في اس طبعا ار ام اس اللي هي نفسها في اس لانها كونستانت من هون مضروبه في ايش؟ في جذر الديوتي سايكل والديوتي سايكل بقدر اعوض محلها تي اون اذا قدرنا الان نحن نتحكم بالار ام اس فولتج او بالافرج فولتج عن طريق تغيير ايش؟ الديوتي سايكل خلينا اذا الان نشوف شو بصير عندي بالحاله هاي لو انا كان عندي هذا لو كان ريزيستيف لود ايش كيف راح يكون شكل الكرنت؟ اذا انا حطيت خلينا نستعمل هلا لونين هون استعمل هاي الزمن هاي التايم وهذا هون يا فولتج يا كرنت هلا شغلت انا الفولتج خليني افترض شغلت الفولتج 50% راح يكون عندي الفولتج 1 2 اون 1 2 اوف 1 2 اون 1 2 اوف والكرنت اذا هذا ريزيستيف لود ايش راح يكون شكله؟ نفس رح يكون نفس الشكل هذا اللي موجود هون فالكرنت مثلا مثلا نفترض انه 30 او 3 المقاومة هون 3 بتكون 33 ونفس العلاقات اللي بيجي هون موجوده بتنطبق على الكرنت يعني الاي افريج نعم الفيز لانه ريزيستر لو انه اندكتر رح يختلف عندي شكل الكرنت وهلا رح نحكي عنه ماشي اذا هذا الريزيستيف لود يعني هذا بينطبق بس على ريزيستيف لود هذا هون الكرنت هاي لونه اي اوف تي وهذا الفولتج في اوف تي اوكي ماشي لكن هلا بدنا نشوف لو انا كان عندي اندكتيف لود شو بصير لو الان كان عندي هون اندكتيف لود خلينا اول شيء نراجع شو بصير عندي باندكتيف سيركت فلو كان هذا اللود اندكتيف عندي هون ال عندي هون R وهون راح اخلي هذا الالكترونيك سويتش اللي موجود هون هلا هون في عندي مشكلة
لازم اعالج المشكله هلا بنشوف شو هي. عندي هون في اس. هلا نفترض السويتش هذا سكر، ايش راح يصير عندي بالدائره هاي؟ بتاخر الكرنت. ماشي، شو راح يصير فيه؟ كيف شكل الكرنت راح يكون؟ خلينا نرسمهم نفس الطريقه، نرسم هدول بنفس الطريقه. راح ارسم هون عندي هاي الفولتج، خلينا نفترض انه الفولتج هيك، خليني ارسم هاي بالاسود عشان تكون كونسيستنت زي هون. ما في شيء هيك. هي هيك. وهي زي وخليني اخذ الان الفولتج في اوف تي، خلينا نسميها في في سورس في ال اوف تي اللود. راح يكون جاي هيك. هيك هيك هيك. كيف شكل الكرنت راح يكون الان في اللود؟ ما فيش في حسب قيمه لسه هذا ال ار صغار مش هيفلي اندكتيف لود. اذا حسب اذا بتتذكروا راح يصير عندي شيء زي هيك، مظبوط؟ مظبوط متذكرين؟ ليش انا عم بشحن بهذا؟ ليش عم بزيد الكرنت بهذا الشكل؟ او خليني افترض اذا كان هاي القيمه، اذا بده يوصل هاي القيمه من هون راح يكون هيك. مظبوط واضح؟ التايم كونستنت تبع هذا ايش راح يعتمد؟ على ال ومين؟ وار. التايم كونستنت هون تاو بيساوي ال على ار. طيب عند النقطة هاي شو بصير؟ ايش صار عند النقطة هاي؟ ايش صار بالسويتش عند النقطة هاي؟ فتح. فتح السويتش عند النقطة هاي مش هيك؟ مظبوط؟ إذا فتح السويتش ايش أنت ماشي في ال؟ في كرنت. شو راح يصير بالكرنت هذا اللي ماشي في ال؟ مش هذا مخزن طاقة بس وين؟ ما هو سكة فتحت هاي. تنزل على ال. ما فيش فيش لها مكان، فيش لها مكان تمر، ايش لازم أعمل؟ واضحة شو المشكلة؟ فاهمين يا شباب شو المشكلة؟ في عندي مشكلة، في كرنت ماشي في ال الآن. هذا الكرنت تخزن فيه طاقة، قديش قيمتها؟ هاف ال اي سكوير، مظبوط؟ هاي الطاقة اللي موجودة، إذا أنا فجأة فتحت السويتش قديش الكرنت هون؟ لسه في كرنت ماشي في الاندكتر، ما بصير الكرنت في الاندكتر يتغير فجأة. بس المشكلة لما أنا فتحت السويتش فيش مكان لهذا الكرنت يروح، ايش لازم أعمل؟ نشوفه على ايش؟ على لا بدي اعطي طريق لهذا الكرنت يمشي، كيف ممكن اعطي طريق لهذا الكرنت يمشي بدون ما اخرب الدائره؟ ممكن تشوف الجريد هذا بدل السويتش بكون سليت واحد توصل احط السويتش هون هيك ان باراليل؟ لا عشان تسليت وين احط السويتش؟ مكان ترانزستور بلس هون احط السويتش ثاني هون؟ بس هو حتى لو حطيت السويتش ثاني هون بده يرجع في السبلاي ما بينفعنيش، انا بدي هلا الفولتج عليه يصير زيرو حول ال لا فكروا مضبوط فيها في طريقة هاد لا حط مقاومة برمي مع الـ مقاومة كويس هاي بداية التفكير بداية التفكير كويسة يعني أروح أحط هون مقاومة هيك مش هيك قصدك؟ مع الـ L أو مع الـ R مش هاي تنفع؟ بس هاي شو مشكلتها؟ نعمل هون في كونتاكتور يسكر هاي الدائرة مشكلة بس ما راح يكون سريع الكونتاكتور لدرجة إنه يسكر هاي الدائرة بالوقت المناسب هاي هون بداية تفكير كويسة بس هاي شو مشكلتها؟ هذه اون هون اون هيك رح تاخذ طاقة على الفاضي نحط عليها برضه ايش عندي الديفايس اللي بيشتغل بالفورورد ما بيشتغلش بالريفرس؟ وين اذا بدي احط الدايت؟ كيف بدي احط البولاريتي تبعت الدايت؟ هيك؟ لا بالعكس هيك 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 مين بيعرف هذا الدايت شو اسمه؟ زينا لا هذا دايت عادي باور دايت عادي بس في له اسم مش لانه هو داير لا استعماله بهاي بصير له اسم ريفرس لا فري ويلينج دايت شو راح يسمح لي الان يصير هذا الدايت شو راح يعمل لي الان لاحظ هذا الكرنت كان ماشي هون راح هذا فتح وين هلا بده يمر هذا الكرنت لحد ما ايش يصير لحد ما يفرق اذا راح يصير الان هو. طيب التايم كونستنت تبع هذا الجزء، هذا الجزء من الدائرة قديش؟ حسب قيمة الدائرة؟ لا، الدائرة خلص صار زي السويتش، على فكرة هذا زي السويتش بيشتغل زي هذا السويتش، بس هذا السويتش بيشتغل لما يصير في الكرنت هون، لأنه هذا الاندكتر راح يحط على فكرة، الاندكتر هذا راح يحط بوزيتيف فولتج هون بحيث إنه يصير كفولتج سورس، بس هذا الكيرف شو علاقته بهذا الكيرف؟ نفس التايم كونستنت، ليش نفس التايم كونستنت هذا له؟ لانه مين اللي عماله بيشتغل في الدائره هلا؟ ال او ار، اذا هذا كمان له تايم كونستنت بيساوي ال او ار، بس شو الفرق بينهم؟ واحد شارج وواحد ديسشارج. هذا هون تشارجنج
هو كلمة تشارجنج يمكن غلط، احنا عم نزيد الكارنت، بس انا بستعمل تشارجنج، يعني الكارنت عماله بزيد في الاندكتر فعماله بيخزن طاقة في الاندكتر، وهون عم بعمل ديس تشارج. دكتور هلا في الحالة هاي مش السويتش لو كان داخل، لا في هاي لو كان مسكر تمام مش برضه بيشتغل مع ال، لا الدايت ما بيشتغل، بيطفي الدايت، بيطفي الدايت. لاحظ شوف شو بصير. كويس سؤالك كويس. افرض هذا السويتش مسكر الان، الفولتج هون بوزيتيف مظبوط، ايش راح يصير بهذا الدايود؟ اوف، لانه صار هذا مسكر، فالفولتج صار عبر ايش جاي؟ عبر السبلاي مظبوط، راح يطفي. مر الكرنت من هون، وصل الكرنت للقيمه هاي. قررت بعدين ايش انا اعمل؟ خلصت الفتره هاي، شو بعمل بالسويتش هذا؟ فتحته. لما فتحت هذا السويتش، هذا الاندكتر الان بده يقاوم نزول الكرنت لزيرو. فالفولت الاندكتر نفسه راح يولد فولتج هون. راح يصير في فولتج هون. نيجاتيف هون ولاحظ بوزيتيف هون، هذا صار كانه زي فولتج سورس او باور سورس. هل هذا بيقدر يشتغل لفتره بسيطه كباور سورس الاندكتر؟ ليش؟ مخزن فيه طاقه. خلال الفتره هاي مخزن فيه طاقه، الانرجي اللي مخزنه فيه بتساوي هاف ال اي ال تي سكويرد. اذا هو لفتره بسيطه ايش عماله بيشتغل؟ بقول انا مخزن فيه طاقه، الطاقه هاي بدي افرغها. لما هذا صار بلس وماينس والكرنت، لاحظوا على فكره بس الفولتج سورس اللي بيقدر يخلي الكرنت بنفس اتجاه من الزيرو من الماينس للبوزيتيف. السورس الفولتج سورس بيقدر يمرر الكرنت هيك بس لانه بالفتره هاي، بس هو لفتره قصيره لانه خزن الطاقه فيه. طيب هذا لما يعمل هيك وين بده يروح الكرنت؟ لحد ما ايش يصير؟ عند النقطه هاي قديش ضل انرجي بالاندكتور؟ خلص انتهت. لو ما حطيت الدايت راح يصير في عندك سبارك هائل هون على عبر هذا، لانه الاندكتر هذا شو بحاول يعمل؟ عماله بحاول يتخلص من الانرجي الموجوده فيه. لما انت لو الدايت هذا مش موجود وفتحت انت الكونتاكت من هون، هذا الاندكتر راح يولد فولتج عالي جدا هون، عالي عالي جدا، لانه الفولتج عبر الاندكتر شو ايش ايش علاقته بالكرنت اللي ماشي فيه؟ شو العلاقه بين الفولتج والكرنت في الاندكتر؟ اكس ال ضرب ال ضرب دي. بدي ديفرنشال ايكويشن، تعطيني ديفرنشال ايكويشن، شو علاقه الفولتج والكرنت في الاندكتر؟ في ال في دي اي على دي تي، دي اي اذا الريت اوف تشينج. انت لما فتحت فجاه شو عمالك تحاول تعمل في دي اي على دي تي؟ كان ايش بدها تكون؟ انفينيتي. عم بغير، عم بحاول اغير الكرنت فجاه مظبوط. ايش في الفولتج بتكون؟ بتكون فولتج عالي هون. هذا الفولتج هو اللي عماله بيعمله بيمنعه انه يمشي، مش مال السويتش، السويتش. فعبر السويتش شو راح يتكون؟ راح يتكون فولتج معاكس. هذا السويتش راح يصير فيه شراره، يعني بخرب، بخرب السويتش وبخرب الدائره عندي من هون. انا مش احسن لي انه الكرنت يعمل تشارج وديسشارج، تشارج وديسشارج، بيسوي ضغط. اذا هلا بنرد بنرجع مره ثانيه هون، بنرجع مره ثانيه هون، بنرجع مره ثانيه هون، مره ثانيه هون. الكرنت مش سكوير ويف ولا ولا كونستنت من هون، بس هلا بدا يصير في عندي بدايه دائره والكرنت عماله بتحول حوالين الافرج. الافرج تبع الكرنت رح يكون ما بين القيمتين.